ذكرنا أيضا آداب قضاء الحاجة، من يذكرها لي؟ آداب قضاء الحاجة أخواننا، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم يا أخي، أوقف. أي نعم. بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قبل أن يدخل الحمام، وإذا خرج قال غفرانك، وإذا كان في الفضاء في الخلاء متى يقول الدعاء؟ قبل أن ينزع الثياب، وبعد أن يلبس الثياب يقول غفرانك. تمام، يقدم الرجل دخولا واليمنى خروجا عكس المسجد والمنزل، وإذا كان في الصحراء في الفضاء ما يقدم ما يؤخر ولا يضع خط. طيب، يستتر وجوبا. نعم، هل يبول قائما؟ بشرطين، اختل شرط أصبح البول قائما، حر منهي عنه، أن يأمن من الرشاش ويأمن من انكشاف العورة، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في بنيان وفي غير بنيان، وانتهى الأمر. ولا يبول في مكان اجتماع الناس، في الماء الراكد، أي نعم، في الظل تحت الأشجار المثمرة، لأن الثمرة تنزل وتترك، وهذا يعني إشكال. حتى في أماكن، هذا الأخ، هذا انتبه، قال أنا أريد أن أبول في هذا المكان لأنه يجتمع، أو أضع شيء من الغائط في مكان احتفال هؤلاء بعيد رأس السنة، يصح؟ لا، ما يصح. وهذا قال عندنا أهل بدع. نعم، وأنا اجتمع في هذا المكان، لا، ما يصح. طيب، أيضا تحت الأشجار مثمرة، أماكن اجتماع الناس، أنت تعرف عندنا يعني محطة قطار، محطة الوقوف انتظار، أحيانا حتى لا يكون فيها مظلة، فهذا يحرم لأنه في إذاء. نعم، وقلنا يتحرى مكان رخو لبوله حتى يقطع الوسواس، وحتى لا يرتد عليه الرشاش. إن لم يجد مكان رخو، وجد الأماكن كلها صلبة، اسفلت مثلا يدنو من الأرض وغيره، يستتر وجوبا. في الحمامات لا إشكال، أما إذا كان في الفضاء يستتر بشيء، شجرة أو حائط، وإن لم يجد يبعد، ينقطع عن ذكر الله، ولا يتكلم بكلام الناس إلا للحاجة، ولا يدخل بشيء فيه ذكر الله، ولا يدخل بالقرآن بالمصحف إلا عند الضرورة، خاف على الضياع، أو خاف أنه يأخذه كافر ويصنع به ويصنع، مفهوم؟ وغيره، يستنجي أو يستجمل أو يجمع بينهما، لا من باب التعبد لكن من باب تخفيف أثر النجاسة بالمناديل مثلا. الاستنجاء استعمال الماء، والاستجمار استعمال الحجارة أو المناديل أو الأخشاب أو الأوراق. وعندنا الاستجمار شروط، أن يكون بمباح خرج بهذا ما لو كان بمحرم، صح؟ بمباح، وهذا المباح ينظف، لأن عندنا أشياء ما تنظف أصلا، وعندنا أشياء محترمة، مصحف، جرائد، أي جرائد، لأن فيها لابد اسم الله، عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، حتى ما يأكل على الجرائد. إيه نعم، ثلاث، أقل ما يجزئ ثلاث أحجار، أو معليش أنا يعني حتى أوضح الآن، هو يأخذ ثلاث مناديل الآن،
لإزالة الغائط مثلا أو البول. يستعمل المنديل الأول يرميه، ثم المنديل الثاني، ثم المنديل الثالث. لأن البعض يستخدم نفس المنديل ثلاث مرات، لا، هو مثل ما يستخدم ثلاثة أحجار يستخدم ثلاث مناديل. كيف يعرف النقاء؟ الأول، الثاني، الثالث. إذا رجع الثالث ليس فيه شيء فمعناه أنه حصل النقاء. إن لم يحصل النقاء ماذا يصنع؟ يأخذ الرابع. إن قطع يستحب له أن يزيد الخامس حتى يقطع على وتر. مفهوم؟ نعم. كان المنديل مثلا طويل، استعمل من هذا الطرف ثم من هذا الطرف، أو قلنا الحجر كبير له ثلاث شعب، يصح. مفهوم؟ أي نعم. بيده اليسرى، نعم. طيب، فتح الله عليك. هل الآن مثلا في استعمال الماء استنجاء، كيف يعرف النقاء؟ بأن يغلب على ظنه حصول النقاء. مفهوم؟ استعمل الماء، نعم. قلنا له أن يقتصر على الماء أو على الحجارة، وإن جمع فهو أولى من باب البعد عن يعني لمس النجاسة بيده اليسرى، يخفف من أثر النجاسة بالمناديل أولا ثم يستعمل الماء، يقتصد ولا يسرف في استعمال الماء. هل لابد من عدد في الغسلات هنا؟ غسلتين أو ثلاثة أو سبع غسلات أو ست غسلات؟ لا، لأنه لا يوجد اشتراط عدد في إزالة النجاسات إلا في نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء.